امبارح كان في توجيهات مهمه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحه. وجه سياده الرئيس بتطهير بعض المناطق في شمال سيناء من الارهابيين، وايضا الاستمرار في تنفيذ كافه الاجراءات الامنيه اللي بتسهم في القضاء على الارهاب بكافه اشكاله وصوره. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من اللواء محمد الشهاوي، مستشار كليه القاده والاركان. سياده اللواء صباح الخير على حضرتك يا فندم. اهلا بك يا استاذ محمد والاستاذه بسام، وصباح الخير على مصر جميعها. يا اهلا بسيادتك. عايزين نعرف من حضرتك في البدايه، ايه دلاله ترأس الرئيس السيسي للمجلس الاعلى للقوات المسلحه في هذا التوقيت؟ هو طبعا له اهميه كبيره جدا. احنا نعلم ان هذا الاجتماع استعرض تداعيات الحادث اللي استهدف عدد من شهداء الوطن، وانا بقول ان هذا الحادث الارهابي له دلالات في هذا التوقيت ومن حيث المكان ايضا. المكان الهجوم هي نقطة للتنمية، رافع مياه يستخدم في التنمية وفي الزراعة وفي تحقيق تنمية شاملة مستدامة. التنمية مصر بتعتبرها سلاح للقضاء على الإرهاب. هم لا يريدون التنمية لأنها تخيفهم وتقضي عليهم في نفس التوقيت. استراتيجية مصر لدحر الإرهاب ليس فقط القيام بعمليات عسكرية وأمنية، ولكن تحقيق التنمية في سيناء الآن وشمال سيناء على وجه الخصوص. يوجد 312 مشروع بتتكلف 195 مليار جنيه. من ال 312 مشروع دول، في مشروع زي رافع المياه اللي هو بيرفع المياه الى اماكن في سيناء لزراعتها. اما الدلاله الثانيه لهذا الهجوم الفاشل فبتدل على يأس وضعف تلك الجماعات الارهابيه. ليه؟ لا، لانها لم تستهدف أي نقطة عسكرية أو ارتكاز أمني، وإنما تلك النقطة المتمثلة في رافع مياه لتحقيق التنمية. أيضا العملية دي جاءت بعد كشف كذب وزيف الجماعات الإرهابية من خلال قوة مصر الناعمة المتمثل في مسلسل إقشار ثلاثة، وشفنا كذبهم وزيفهم ويعني عدم قيامهم بتنفيذ أي مهام. أما الدلالة الثالثة والأخيرة هي جاءت بعد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية ببدء حوار سياسي مع كل طوائف الشعب، لأن يعني الاختلاف في قضية الوطن لا يفسد للوطن قضية، وأن الوطن يتسع للجميع. أما يعني دلالة حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لمثل تلك لهذا الاجتماع، وهو الاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهو الاطمئنان على الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها، وأيضا قيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال. احنا قضينا على الكتلة الصلبة للإرهاب والإرهابيين في سيناء، ولكن التنمية تخوفهم ومتواجد بعض العناصر الصغيرة. أنا عاوز أدي لسيادتك مثال. خلال العامين هذا العام والعام الماضي 2021 و2022 كانت لا توجد عمليات عسكرية إلا على أصابع اليد الواحدة، ولكن في ثلاث سنوات سابقة أثناء فترة النشاط الإرهابي عام 2013 و2014 و2015 شباك سيادتك كان فيه 1339 عملية إرهابية، أي بمعدل 500 عملية في العام. إحنا في خلال عامين عدد أقل من أصابع اليد الواحدة. ده بيقول أن القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية الباسلة استطاعوا أن يقضوا على تلك الجماعة الإرهابية. لكن إيه الحادثة دي بتقول إيه؟ هي عاوزة ترسل رسالة لمن يقومون بدعمهم وتمويلهم وإمدادهم بالمعلومات بأنهم ما زال لهم قلب ينبض، أنهم متواجدين، ويأسهم هم من قاموا بعمل تلك العملية على تلك النقطة لا تحقق التنمية. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالقوات المسلحة وبجهودها في دحر تلك الجماعات الإرهابية، وأيضا في تنفيذها للمشروعات التنموية ليس في سيناء فقط من خلال الشركات المدنية. يعني عاوز اقول لحضرتك ان الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بتشرف على 4500 شركه مدنيه ووطنيه بها اكثر من 2 مليون فني وعامل ومهندس. عايز اقول
الأمن القومي المصري بتقوم به القوات المسلحة على أكمل وجه، ولذا الرئيس أيضا ناقش جهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري. شوف بقى حضرتك فين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. سيناء ليها مكانة خاصة في قلب كل مصري، وطبعا يعني القوات المسلحة ليها دور كبير جدا في اقتلاع الإرهاب من جذوره في سيناء. حابين نعرف من حضرتك كمان دور أهالي سيناء في مواجهة الإرهاب. والله برضو الرئيس ذكر ذلك في خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبيقول أن القضاء على الإرهاب بيتم بالتعاون مع أهالي سيناء الشرفاء، ولذا هي سيناء قطعة غالية في قلب كل مصري وفي وجدانه، لأن سيناء صاغتها الجغرافيا وسجلها التاريخ وسطرتها سواعد أبنائها ودماء شهدائها مثل الذين سقطوا أول أمس. هم هذا هو قدر مصر، هي بتدفع ثمن كبير لتحقيق الأمن والاستقرار ليس في مصر فقط ولكن في كل المنطقة. استقرار مصر هو استقرار للمنطقة. التنمية تخيف أعداء، تخيف أهل الشر، وبالتالي مصر بتمشي في طريقها. سيناء بتأخذ جهود كبيرة في أعمال التنمية. هم لا يريدون أعمال التنمية، يريدونها منطقة شبه فارغة حتى يستمروا فيها، لأن الصراعات في تلك المنطقة يعني هناك أطراف تريد إطالة أمد أسرع. إذن هجوم فاشل يا سيادة اللواء بكل تأكيد يؤكد بأن التنظيمات الإرهابية انتهت وبتلفظ أنفاسها الأخيرة، لم تعد قادرة على مواجهة القوات المسلحة، لذلك كان الهجوم لم يكن على كمين أو على ارتكاز أمني بل تحولوا إلى الهجوم على محطة لرفع المياه في محاولة فاشلة منهم للسيطرة عليها. هم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا ان هم يقوموا باي عمليات ضد اي وحدات او نقاط ارتكاز. وايضا هناك جهود كبيره ليس في سيناء فقط ولكن في كل ربوع الوطن في تحقيق الامن والاستقرار والحرص، لان ده دورنا برضو ان احنا نعاون قواتنا المسلحه في الحفاظ على الامن القومي المصري. يعني في انجازات كتيره قوي وفي مشروعات تنمويه كبيره بتحصل في سيناء زي ما حضرتك قلت، يعني 300 اكتر من 300 وحاجه مشروع في سيناء. فهل المشاريع دي وسرعه انجاز هذه المشاريع هتقضي بسرعه على طبعا الارهاب والبؤر الارهابيه؟ طبعا احنا يعني ليه بنعمل هذه المشروعات في سيناء؟ اول حاجه هناك هدف، الهدف هو توطين 8 مليون مواطن من الوادي والدلتا ليكونوا في سيناء. نعم، لأن عندما نزرع الشجر ونزرع الحجر لابد أن يكون هناك بشر، كل ذلك يؤدي إلى أمن واستقرار سيناء. سيناء لم تنل الاهتمام الكافي والتنمية الكافية منذ فترة طويلة، ولكن خلال السبع سنوات الماضية مشروعات في كل المجالات، مجالات الطرق ومجالات الإسكان والرعاية الصحية بل واستخدام القيمة المضافة للمواد المحجرية والمعدنية في سيناء، لأن سيناء يا أستاذة بسان بتسمى أرض الفيروز. مصر تعتبر هي الدولة الثالثة على مستوى العالم في المواد المحجرية والمعدنية. إحنا بقى كنا بنصدر المواد الخام كما هي، الآن قيمة مضافة بتضاف بالتصنيع لتلك المواد. يعني في مجمع الجفجافة، فين الجفجافة دي؟ في وسط سيناء. بيعمل ايه؟ بيقوم بتصنيع الرخام والجرانيت. الجبال موجودة فيها هذه المواد المحجرية، بدلا من تصديرها للخارج احنا بنقوم بتصنيعها ثم تصديرها الى كل الدول بالاضافة الى السوق المحلي. مشروعات المياه الجوفية كثيرة جدا، لكن بنمد مياه النيل إلى داخل سيناء من خلال خطوط أنابيب. هذا الأنابيب لابد أن تكون لها مضخات عملاقة تسمى رافع للمياه لتضغطها لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر. هذا كان أحد الروافع، وهو ليس رافع واحد فقط، روافع كثيرة في كل سيناء لم يحدث لها أي شيء، وإن شاء الله لن يحدث أي شيء بعد ذلك.
عظيم من سياق كلام حضرتك سيادة اللواء انه اهالي سيناء تحملوا الكثير ودعموا القوات المسلحه في حربها ضد الارهاب، فكان من الاهميه بمكان ان يكون في مشروعات قوميه مهمه تخدم اهالي سيناء، تعود بالنفع عليهم وتوفر كمان فرص عمل كثيره للشباب هناك. هو طبعا يعني خلق فرص العمل ديت للشباب السيناوي بتمنع يعني استقطابهم من قبل الجماعات الارهابيه المتطرفه، ده هدف من الاهداف. الهدف الثاني هو ان تكون بؤرة لمنطقة جذب سياحي، هذه منطقة مهمة جدا. احنا نعلم ان مصر تعتبر من الدول التي تسمى عابرة للقارات. ايه عابرة للقارات ليه؟ لان جزء منها اللي هي سيناء تقع في قارة اسيا وباقي مصر في قارة افريقيا، وما فيش غير ثلاث دول في العالم بس يا استاذ محمد اللي هي تعتبر يعني دول عابرة للقارات، وهي تركيا وروسيا ومصر. ثلاث دول سيناء بها امكانات ضخمه لجذب الاستثمارات وفي الجذب السياحي على وجه الخصوص، بها مواد محجريه بنضيف لها القيمه المضافه. مصر الان بتقوم بالاستفاده من الموارد غير الاقتصاديه. نعم ايوه هناك موارد اقتصاديه زي البترول زي الغاز زي الزراعه زي الصناعه، حاجات لها ثمن، لكن كان هذه الجبال الكبيرة من الرخام والجرانيت أو الرمل الزجاج الذي كان لم يستخدم، الآن بيتم استخدام هذه الموارد غير الاقتصادية لتصبح مثلا الشمس. تم إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الشمس في منطقة بان بأسوان، ومن الرياح ما كناش بنستفيد منها، الآن أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، وبالتالي مصر بتستفيد من كل مواردها الاقتصادية والموارد غير الاقتصادية التي كانت تسمى سابقا رأس المال الميت. أيوة ما كانش فيها فايدة، الآن مصر بتنمو، مصر بتقوم بالتنمية والبناء والعمران بواسطة سواعد شبابها اللي هو سقط منهم شهداء أول أمس، وشبابها اللي هم طهروا سيناء من الإرهاب في القضاء على الإرهاب من خلال العملية الشاملة سيناء 2018، سقط منهم شهداء، وشبابها اللي حرروا سيناء من الاحتلال الإسرائيلي عام 73 هم أيضا من الشباب، وشبابها اللي هم قاطرة التنمية الآن في كل مشروعات البناء والتنمية والعمران. كل شكر لحضرتك يا فندم سيادة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، شكرا جزيلا لك.